الإنجازات اللي قمنا بهم في سنة 23 كان أولا المصانع اللي كانت أنجزت لإنتاج الأنسولين، وكلكم تبعتم لأول مرة في الجزائر فيه مصنع من طرف مؤسسة وطنية خاصة لإنتاج الأنسولين وأقلام الأنسولين on full process. وهذا الإنجاز خلانا نقتصد حوالي 100 مليون أورو في هذا السنة. كما انطلقت كذلك صيدال في إنجاز الأنسولين على شكل قارورات متوجهة للمستشفيات. وهذا المصنع اللي كلكم تعلموا باللي كان موجود ونجزناه في سنة 2006 وتوقف في 2012، ولكن عاودنا انطلقنا في الإنتاج به في سنة 2023 بالضبط في شهر مارس. دائما في الأنسولين تم منح الترخيصة لمجمع لكلكم تعرفوه نوفو نورديسك لتركيبة الأقلام في مصنع في بوفاريك. وهذا المصنع خلانا كذلك نقلص فاتورة الأدوية بالأخص في الأنسولين ب 44 مليون أورو.